عبد الله الحبيب البلاء. أقسم بالله العلي العظيم. قسم عظيم أوفى ووفى آن الحياة وحين الممات. أوفى العهود واستوفى الأمانة حقها وما بدل تبديلا. ذلك حقا ديدان البررة ونبراس العظماء. عبد الله الحبيب البلال قامة شامخة وقيافة عسكرية وافية مستوفية وانضباط صارم مستمد من تكوين عسكري وتجربة ميدانية نحتت معالم شخصية فذة جمعت بين الصرامة والصلابة وما بينهما من مرونة وفق مقتضيات الحالة. المصداقية والقوة والثقة احنا اللي نعطوها لنفوسنا، والتقدير والتثمين احنا اللي نعطوها لنفوسنا. العام 1954 ولد الشهيد بمنطقة تكسمطات في ظل تحولات سياسية تعيشها المنطقة عموما والصحراء الغربية على الخصوص. أكمل الطورين التعليميين الابتدائي والثانوي، وخلالهما انخرط في التنظيم الطلابي للجبهة العام 1974. غادر مقاعد الدراسة ليلتحق بالصفوف الأمامية العام 1975، وفي مطلع العام الموالي خضع لدورة تكوينية في مجال الأمن ليعين مديرا للأمن بالناحية العسكرية الخامسة قبل أن يفد لاستكمال دراسته الجامعية في الجماهيرية الليبية العام 1979. التحق بالمدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال في الجزائر ليتخرج العام 1982 في اختصاص المشاة الميكانيكية. باشر التدريب بقاعدة الشهيد هداد والتحضير لإعداد الوحدات المدرعة، جهد أثمر تشكيل فيلق الناجم التهليل. بعد عملية زمول النيران الشهيرة العام 1984 التحق الشهيد بالناحية العسكرية الثانية قائدا للفيلق الرابع، حيث شارك في كافة العمليات التي شهدتها المنطقة الشمالية، ثم انتقل إلى الناحية العسكرية السابعة قائدا للفيلق 17 بعد استكمال دورة إتقان بالمدرسة التطبيقية لمختلف الأسلحة بشرشال. بعد المؤتمر الثامن للجبهة الذي انتخب فيه عضوا للأمانة الوطنية عين قائدا للناحية العسكرية الخامسة ثم الثالثة ثم السابعة ثم الثانية تواليا. العام 2016 عقب المؤتمر الرابع عشر للجبهة عين وزيرا للدفاع الوطني ثم وزيرا للأمن والتوثيق ورئيسا للجنة الدفاع والأمن بالأمانة الوطنية عقب المؤتمر الخامس عشر للجبهة. هون سابق ما فتنا لحقنا لنهاية المؤتمر والله اختتام أشغال الجلسة الأخيرة من المؤتمر. ما يفوتنا هون في رئاسة المؤتمر يكون نشيد بهذه الروح، روح المسؤولية اللي تميز بها تميزوا بها المؤتمرين كاملين. إذا نشكر المؤتمرين على هذه روح المسؤولية وعلى هذا الانضباط وعلى هذا العمل الزين واللي من خلاله يعني ساهموا في إنجاح المؤتمر. أمهل القدر الراحل ردحا من الزمن، قدر أن يقف في لحظة مفصلية من تاريخ الشعب الصحراوي بعزيمة وصرامة محكومتين بوطنية صادقة وعنفوان أصيل لا يجد في نفسه إلا الوطن أو الشهادة. بالكفاح والسلاح كل الوطن. هكذا ترجل الراحل دون وداع، وهكذا حملته الأكف إلى مثواه الأخير، وتلك لحظة لم يخامره الشك في أوانها يوما. لكن الرسالة الخالدة التي كتبها الشهيد بسيرته الناصعة وفلسفته العملية الصارمة في تسيير الموارد وقناعاته بحتمية النصر لم تسعها الأكف بقدر ما وعتها القلوب.